أعزائي المشاهدين، منواصل دراستنا من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، وفي هذه الحلقة رح نتكلم عن عطايا النعمة. أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة، رح تكون سبب بركة لحياتك. أنا موجود في جزيرة بطمس. هذه الجزيرة مثل ما شايفين المحجرة الحجرية، لكنها أيضا أصبحت سياحية بسبب مكانها ومكانتها في الكتاب المقدس. يوحنا الرسول جاء إلى هذه البلدة، ومن هنا كتب سفر الرؤيا، وأيضا تواصل مع كنائس آسيا الصغرى ومنها أفسس. رح أتكلم أكثر عن هذا الموضوع، لكن بشجعك مرة تانية أنك تتواصل إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار.